اخترت لصبية انه نعمل كومبينيشن بين الهيدرا والجينيو تريتمنت، وبعدين حننتقل لديرما بين مع الانتي اج ام دي. بيحتوي على تركيز عالي من عوامل النمو والاشارات الحيوية السيتوكينات، كمان بيحتوي على عامل البابتايد تري، حمض الهيالورونيك، على المضاد الأكسدة، فهو بيحتوي على مكونات كتير سيف وكتير بتناسب كل البشرة. هو أنتي أفلاماتوري، فيه مضاد للالتهاب. بعد الجلسة بعد الديرمابين بتحسي كأنه ما في داون تايم، ما في حمرار، ما في أي شيء. فإحنا دايما بنختار مع التريتمنت إنه نعمل إبر دقيقة مثل الديرمابين لتعملنا مثل قنوات صغيرة بالبشرة اللي بتعطي إشارة للدماغ يبلش بيعمل تجديد وتحفيز الكولاجين بالبشرة، وفي نفس الوقت يبلش بإصلاح الأنسجة المتضررة.